صباح الخير. من ضمن الأسئلة اللي توصل كثير إنه شلون أجذب الشخص الفلاني أو المبلغ الفلاني. طبعا أحب أقول لكم إنه قانون الجذب للأسف أخذ أهمية كبيرة من غير أن يفهموه صح، سواء المدربين أو الناس. إنه طبعا بعد ما طلع الكتاب أو الفيلم مال The Secret، السر، صارت الناس تعتقد إنه ما أركز عليه ما أتخيله راح أجذبه. هي بها جانب صح، لكن بها جوانب أخرى. أنت تجذب ما أنت عليه مو ما تريد، هاي نقطة مهمة جدا، لأنه ما أنت عليه هي حالتك، هي your state of being، هي ذبذباتك، هي مشاعرك، هاي اللي الكون يتعامل معها. مهم جدا نعرف أنه الكون ذبذبي يتعامل مع الذبذبات، الحياة تتفاعل معك حسب اللي دي يطلع منك، بالضبط مثل الراديو لما نحطه على الذبذبة الفلانية راح نسحب فلان قناة، لما نغير الذبذبة راح نسحب قناة أخرى. بينما هو شنو؟ هو كل القنوات متوفرة حاليا بالكون، هي كلها دا ترسل البث مالتها، لكن احنا على اي ذبذبة حاطين الراديو مالتنا راح نستلم هذيك القناة، بالضبط مثل الحياة، احنا اي ذبذبة نرسل نستلم. مثلا انا اذا تطلع مني ذبذبات بمقدار لتسي 150 اللي هي ذبذبات الغضب، فشنو اللي يرجع لي؟ الكون ده يستقبل من عندي هاي الذبذبات وده يتفاعل معي على اساس الذبذبة الصادرة من عندي، فينطيني ظروف تخليني اغضب اكثر وهكذا. فنفرض الذبذبات اللي طالعة مني مقياسها مثلا 500 حب، راح تجيني ظروف وناس تؤيد الحب في داخلي. فإذا الكون تفاعلي ذبذبي، ما يفيد أنه أنا أكب داخلي مشاعر غضب وامتعاض وأحط تركيزي على شيء ذبذباته عالية، أكيد ما راح يجيني، لأنه إحنا ما منسجمين بالذبذبات على اختلاف. لازم أنا أرتقي له. شلون أرتقي له؟ لازم أعلي ذبذباتي ومشاعري. شلون أعلي ذبذباتي؟ شرحت عن هذا الموضوع بسناب سابق. فإذا هاي كانت النقطة الأولى، أنت لا تجذب ما تريد، أنت تجذب ما أنت عليه، هاي النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية والمهمة جدا. فلنفرض السيناريو الآتي حتى تكون أسهل. وحدة في الطفولة تعرضت إلى sexual abuse، إلى ابتزاز جنسي، وتراكمت في داخلها مشاعر خوف وقلت، وما قدرت أصلا تحكي لأمها ولا لأي أحد ثاني بسبب الخوف. وبعدين كبرت والحياة مشت والحياة جميلة، وهي دائما تحاول تكون إيجابية ومتفائلة ومركزة على أهدافها، لكن مثلا بين فترة وفترة يظهر لها فد ظرف سلبي، فهي تفكر تقول أنا دا أتبع قانون الجذب تماما، ليش دا تجيني أهداف سلبية؟ المفروض أنه ما دام أنا إيجابية إذن أجذب الأحداث الإيجابية في حياتي، هذا اللي تعلمته في قانون الجذب. إذا ليش أنا غير قادر على تحقيق أهدافي، وليش بين فترة وفترة تظهر لي أحداث سلبية؟ طبعا الجواب هو الموقف الذي حدث في الطفولة لا زال مخزون في طاقتنا وده يرسل ذبذبات سلبية، وهاي الذبذبات الواطية ده يشتغل عليها قانون الجذب وده يجيب أحداث تطابق أو تتوافق مع هذه الذبذبات. فلذلك احنا ننصح ونسوي جلسات تحرر حتى نتحرر من كل التروما اللي مخزونة في طاقتنا ونتخلص من هاي الذبذبة. نجعل النقطة الثالثة واللي هي المعتقدات السلبية المتخزنة في عقلي الباطن واللي دا تنعكس على حياتي ودا تجذب لي أحداث من نفس المستوى. ونجي إلى نقطة رقم 4 واللي هي مهمة جدا وليس الكل يعرفها أو يفتهمها. احنا البشر عبارة عن شنو؟ روح وجسد. فاذا عندنا منظورين، منظور الذات الحقيقية ومنظور الذات المزيفة او الايجو سيلف. فمثلا الايجو سيلف ماتي حاليا علا تقول اريد احصل على الحرية، شي يصير؟ فذات العليا تقول لي اوكي يجرى لك، فتقوم تجذب لي احداث في حياتي تعلمني معنى الحرية. هاي الأحداث مو بالضرورة أنها تكون
بمسمى إيجابي أو مسمى سلبي، لأن الأحداث غلط إنه إحنا نحط لها مسميات. لا تصدقون أكو حدث يجيكم بالحياة مو في مصلحتكم، كل الأحداث حتى لو أنتم سميتوها سلبية لكن هي في مصلحتكم. ممكن إنه حتى أحتاج إنه أفهم معنى الحرية أو أحصل عليها، لازم أول شيء أمر بمراحل سيطرة وكبت وغيرها. لأنه لا تنسون إحنا جايين للحياة حتى نتعلم وحتى نرتقي، فهاي الظروف هي جتي حتى تخلينا نتعلم شيء معين. وأي ظرف بالدنيا، أي ظرف ممكن أني أحوله إلى ظرف إيجابي لو عرفت شلون أتعامل وياه صح ولو فهمته صح. فإذا لا نحكم على الأحداث ولا نخليها ليبلز مسميات، هذا سلبي هذا إيجابي، هذا أريده هذا ما أريده. لا، خلينا نتعلم ونركز إنه إحنا ليش جينا للحياة، حتى to experience things and to learn and to grow. هذا السبب إحنا جينا للحياة. فرجاء أي حدث يصير لكم بالحياة تقبلوه وأفهموه وأفهموا الرسالة من وراه وتعلموا وارتقوا. وبدل ما نكون مهووسين بقانون الجذب، خلينا نكون مهووسين إنه نرتقي بذاتنا ويرتفع مستوى الواي عندنا. ساعتها راح نرتقي وراح نقوم نشوف الأهداف المادية اللي كنا مهووسين بها أشياء تافهة وصغيرة جدا. أهم شيء هي ارتقاء الروح، لأن الروح هي اللي باقية، هي اللي أبدية، هي اللي راح تكمل. أما الأشياء المادية والجسدية راح نتركها بعد ما نغادر هاي الحياة. فإحنا ليش تاركين الأصل ومركزين على الأشياء المؤقتة لفترة بس محددة، وإنما نركز على الشيء اللي راح يبقى معانا. هاي كانت بعض النقاط اللي مو الكل يعرفها عن قانون الجذب، أتمنى أنه تكونون استوعبتوها واستفادتوا منها.